ووجه الرئيس السيسي كل التقدير والاحترام والاعتزاز إلى قداسة البابا تواضروس ولجميع الحاضرين، مشيرا إلى أنه في كل مرة يستمع لحديث لقداسة البابا دائما يجد الحكمة. وقال الرئيس السيسي إن المصريين شعب واحد ولا يوجد أي شكل من أشكال الفرقة بينهم. كل سنة وانتم طيبين جميعا، وعيد سعيد عليكم وعلينا كلنا جميعا، ويا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن ومحبة علينا كلنا، مش بس في مصر، مش بس في مصر، في العالم كله. يا رب يا رب السنة دي تبقى سنة خير وسلام وأمن وأمان ومحبة على الدنيا كلها، مش بس في مصر. أنا عارف إن النهاردة مناسبة جميلة ومناسبة سعيدة، وكان المفروض إن أنا أقول يعني كل سنة وأنتم طيبين، وأدي الفرصة لقداسة البابا إنه يعني، طب هقول لكم بس تشك. طب ادوني بس فرصة، أولا خلولي إن أنا أوجه كل التقدير والاحترام والاعتزاز والله بقداسة البابا وبيكم كلكم، كل الاحترام والتقدير والاعتزاز بقداسة البابا. وأنا عايز أقول لكم وانتوا يعني هيوصل لكم صدق، يعني انتوا ما تعرفوش مدى المحبة والتقدير والاعتزاز اللي أنا بقدر بيه قداسة البابا، وده مش من فراغ. وأنا قلت المرة اللي فاتت كلام كلنا فاكرينه، لكن في كل مرة أسمع حديث لقداسة البابا أو حتى الكتاب اللي يعني صدر عن قداسته أجد فيه حكمة وفيه بلاغة عظيمة جدا. مش هنسى أبدا القول اللي قاله ده في حديث يعني من الأحاديث الأخيرة ديت، لما قال الأديان تتوافق ومش لازم الأديان تتطابق، مش كده؟ فده صحيح. يعني أنا بقول الكلام ده عشان تفضل محبتنا لبعض بدون تمييز، من غير ما أقول أبدا أبدا. ولازم النقطة دي إحنا كلنا كل الشعب المصري يجتهد إنها تبقى متأصلة في نفوسنا وحتى في الأجيال القادمة في أولادنا الصغيرة، إن إحنا نبقى كلنا ده فضل ربنا. لكن عايز أقول لكم إن إحنا محتاجين دايما نأكد في كل مناسبة إن إحنا واحد، إحنا واحد، إحنا واحد واحد. مفيش أي شكل من أشكال التفرقة بيننا، ما ينجحش أبدا. اسمعوا كلامي، مش ليكوا أنتوا بقول الكلام اللي أنا بقوله ده، والله ما بقوله ليكوا أنتوا، بقوله لينا كلنا، بقول الكلام ده لينا كلنا، كل الناس. وإحنا بنحبكم، وإحنا بنحبكم. فكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.